بابا العجبة بلعمة من قش، شيخ حكيم بأزياء ناعمة، يحب يقص الطباع للدخان العادي، الدخان اللي يطلعه يرقص مثل رقصة بالية ساحرة، جنبه كلبه الأليف المنبه والاستعداد دايم. بابا العجيبة ليس عجوزا عاديا، هو حارس لعالم الأرواح، لو عندك رسالة للأرواح هو اللي تروح له. بنظرة رزينة وهزة مطاوعة توصيل الرسائل باهتمام، بس في أكثر من هالروح المدهشة. عند الهدوء في عالم الأرواح يطلع جانبه العطوف، يصير حامي للأطفال والأنبياء. إذا واحد يصارع بموضوع العيال، بابا ليجبه موجود ليساعد بقواه المقدسة. وراح في السفر لاكتشاف الذات والأرواح هو يكون المرشد المثالي. سيعرض لكم أشياء رائعة في عالم الأرواح تدهشكم، لكن تمسكوا جيدا أصدقائي. بابا ليجبا دائما يعرض مفاجآته وروح مرحة ولعوب، له بريق شقي، لا تفاجأ إذا تحولت مغامرتك معه فجأة أو تحديك بحزورة. هذا ليس سوى بابا ليجبا يضيف لمسة خاصة من المرح والسحر لرحلتك الروحانية. هل أعجبتكم قصتنا التاريخية المرحة؟ إذا أعجبتك أعطنا إعجاب، اضغط زر الاشتراك واضرب الجرس لكي لا تفوتك قصتنا القادمة. شكرا لمشاهدتكم معنا اليوم، نحن بانتظار مشاركة المزيد من الحكايات الممتعة معكم. اتبع اللواء الحارس للبوابة، بابا ليجبا. هذا هو كونا نافاسا.